هذا الفيديو مفيد جدا للإخوان والأخوات المدربين ومدربات تعليم قيادة السيارة. عزيزي المدرب، عزيزتي المدربة، لما تجيكم المتدربة لازم تعرفون شيء وتقتنعون بشيء، وهو أن هذا المتدرب، هذه المتدربة ما تعرف تسوق، ما يعرف يسوق. الأصل أنه راح يخطأ في كل شيء، وأنت دورك هنا تعلمه. فبالتالي هنا عليك يا المدرب دور ومسؤولية جدا كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بالجانب النفسي. للأسف البعض من المدربين أو بعض المدربات يبثون روح السلبية في نفس المتدرب أو المتدربة، أو بعضهم يؤدي عملية التدريب بس فقط مؤدي الرسالة. لازم تعرف بأن هذا المتدرب أمانة في عنقك، خصوصا لما تكون أنت مدرب في مدرسة تعليم القيادة، خصوصا لما تكون هذا المتدرب يعني أمانة في يدك. هذا راح يطلع الشارع، راح يسوق، راح يختلط في الحياة العامة. لذلك أنت بالنسبة له الشخص الملهم، أنت بالنسبة له المصدر الأول للمعلومة للتعليم. لذلك بصراحة يعني هناك مسؤولية أخلاقية كبيرة على مدرب تعليم القيادة. يعني تخيل أنت اللي في الشارع ذلك، كلهم اللي قاعدين يسوقون واللي معرضين الحوادث كلهم ذلك اطلعوا من متدربين أو غالبهم، صح؟ فبالتالي هنا يجب على المدرب أنه هو يتعامل بروح الأبوة، بروح الأخوة مع المتدرب. لا تظن أنت لما تعطي الكورس 5 أيام 6 أيام أنه في اليوم الأخير ما راح يخطأ. لا، ممكن راح يخطأ، ممكن تتعلم مهارة معينة، تعلم شيء معين سبحان الله ويتقنه، بس في آخر شيء ممكن يقع في خطأ. لا، طبيعي أنه راح يقع في خطأ. أوكي، أنت هنا لك دور كبير. هذا واحد. اثنين، أيضا إذا كنت مدرب تعليم قيادة في مدرسة تعليم القيادة، أيضا لما نسبة الرسوب تزيد عن مثلا معدل معين، هنا أيضا المدرسة تتضرر، وقد تكون مدرسة يعني مساءلة، ويعني هنا كل عليك أنت يا المدرب. حتى على المستوى الشخصي، لما تجي أنت تدرب زوجتك أو بنتك أو ولدك، أوكي، يعني ما يحتاج تعصب، لأنه أصلاً متوقع أنه بيخطأ، متوقع أنه ما يعرف. فيعني هنا بصراحة أنصح نفسي أولاً كمدرب قيادة، وأنصح كل من يشاهد الفيديو بأن يكون بالهم طويل، وأن يتوقعون